قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان رد يا قلبي لانه معاك. إنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساك، ودايما يفكرني بيك الغياب. لإنك حبيبي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان راضي ابغي لانه معاك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا نبيل، كويس انك جيت. عايزين نقعد على ملف الجمرك. حاضر يا فندم، بس يا فندم الحقيقه في موضوع مهم لازم نتكلم فيه الاول. موضوع مهم ايه؟ هو فندم حضرتك بقالك قد ايه ما رحتش القصر اللي في مارينا؟ ياه، انا من يوم ما اشتريته ما رحتش الا مره اتنين. بتسال ليه؟ فندم انا جات لي مكالمه من صاحب الفيلا اللي جنب القصر، بيشتكي فيها ان الدوشه اللي العمال عاملينها هم بيوضبوا في القصر طول النهار. عمال؟ انا ما بعتش عمال ولا حاجه، مش عايز اغير حاجه دلوقتي. انا فندم جبت رقم تليفون المقاول وكلمته، وعرفت منه انه القصر اتباع لواحد اسمه سمير ظريفه. اتباع؟
فندم انا اندهشت زي سيادتك كده بالظبط، وجبت تليفون سمير ظريفة وكلمته وعرفت منه ان مدام مها بعت له القصر بالتوكيل اللي سيادتك عملته له. انت بتقول ايه؟ سمير ظريفة يا فندم بعت لي صورة العقد الابتدائي اللي مدام مها بعت القصر بيه. 30 مليون جنيه؟ أنا آسف يا فندم، أنا كنت أتمنى مدام مها تكون عملت كده بتعليمات من سيادتك. ولا أعرف أي حاجة عن الموضوع ده. و 30 مليون يا فندم. وأنا شفتهم. طب معلش يا فندم استحمل مني السؤال ده كمان. مدام مها سلمت لسيادتك كل التوكيلات اللي معاها قبل ما تمشي؟ آه طبعًا. بس أكيد كانت باعت الفيلا وقبضت تمنها من ورايا. بصي يا ستي دلوقتي الساعه 10 4 بالظبط هكون عندك. يا رب بس الحق اشبع من مامي قبل ما تيجي. هو ايه ده 6 ساعات مش هشبع منها؟ ايوه طبعا يا شريف، دي اول مره اقعد اسبوع بحاله ما اشوفش مامي، وبعدين اكيد هتسالني عملنا ايه في شهر العسل. طب ربنا يستر. مش سؤال ده. جينا لو سمحتي اسيبيني دلوقتي. لا يا مامي مش عايزه امشي، مالكيش دعوه بالموضوع ده. شريف ايه الدوشه دي؟ مش عارف ده صوت دينا تقريبا. طب بليز نزلني بسرعه. مش تروحي فين؟ البيت ده بيتك ومفيش اي ست في الدنيا هتيجي تعيش هنا مكانك. يكون في علمك الكلام في الموضوع ده مش هيغير اي حاجه. عايزه توصليني بعربيتك وصليني، مش عايزه سيبيني اتصرف. لا يا مامي مش هتمشي ولا هخلي حد تاني يوصل. هتوصليني بعربيتك ولا لا؟ لا وصله اهي امي جت، خليها بقى هي تتصرف معي. قلت لك اسكتي. ايمان الحمد لله على السلامه حبيبتي. الله يسلمك يا ماما. ازيك يا شريف؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ الحمد لله تمام. ايه اللي انا سمعته على الباب وانا داخله ده يا ماما؟ انت فعلا عايزه تسيبي البيت؟ مفيش حاجة يا حبيبتي، أنا بتكلم مع دينا بقولها عايزة أطلع اسكندرية يومين أغير جو. تغيري جو؟ مامي أمي لازم تعرف الحقيقة. اسكتي بقى شوية. في إيه يا مامي اللي حصل وأنا مسافرة؟ يا بنتي مفيش حاجة، مالكوا في إيه مكبرين الموضوع ليه؟ لا حصل، حصل إن بابي اتجوز معاها أخت إبراهيم مجاور، وماما مصممة على الطلاق وعايزة تسيبني دلوقتي وتروح تعيش عند جميلة. مش قلت لك ان احنا هنكلمك؟ خير، اتمنى يكون في جد جديد في القضيه وكده. انت كنت قلت في المحضر اول مره انك اتغديت مع المجني عليها وبعد كده سبتها تروح مشاوير خاصه بالفرح، وتاني يوم انت سافرت الجونه ومن ساعتها ما شفتهاش. ايوه. انت متاكد؟ يعني ايه متاكد؟ متاكد انك ما شفتهاش من ساعتها؟ ايوه طبعا. تمام يا فندم. دخل لي يا ابني الدكتورة سهام. ادخل. تمام يا فندم، دكتورة سهام. قلت لنا بلاغك انك شفتي صورة ناني في صفحة الحوادث وجيتي تبلغينا انها جات لكم يوم اختفائها. ايوه يا فندم، هي كانت في كافيه واغمى عليها واتنين من الزباين جابوها بعربيتهم. وبعدين؟ انا كنت نبطشية طوارئ ساعتها، فكشفت عليها لقيت عندها هبوط حاد وضغطها كان واطي جدا بسبب الحمل، وللاسف ما كانش معاها حد من اهلها. دورت في الموبايل بتاعها ما لقيتش رقم رد علينا غير رقم واحد. كلمته وفهمت منه انه جوزها، وقلت له انه يجي يستلمها بعد ما عملنا لها الاسعافات المطلوبه. هو ده الاستاذ سامح اللي جه استلمها؟ ايوه طبعا، ما انا كلمته. وطبعا بلغتيه ان ساعتها مراته كانت حامل. طبعا يا فندم، اديته روشته العلاج وقلت له يصرفها من صيدليه المستشفى، وفهمته ان المدام تعبانه جدا في شهور الحمل الاولى
وانها محتاجه رعايه خاصه جدا. صح يا استاذ سامح؟ صح طبعا. فاكر الدكتوره سهام؟ ايوه فاكرها. وترى عندك اي اعتراض على الكلام اللي قالته؟ بيبي يلا علشان نلحق الغدا. واحنا يعني لازم نتغدى في المطعم اللي بنحجز له بالساعه ده؟ يا حبيبي كل المطاعم الشيك كده. هنقضي حياتنا بناكل في مطاعم ولا ايه؟ انت نسيت ان احنا في الغني مون يا مدحت ولا ايه؟ احنا المفروض دلوقتي كنا نبقى مسافرين سنغافور، ماليزيا، هي حته من الحتت بتاعت الغني مونرز دي. لا خلينا هنا في المطاعم احسن. يلا كويس ان لحقتكم قبل ما تمشوا. انا ابراهيم اتفضل. كنت متاكد اني هلاقيكي هنا بعد ما مشيت من عندي. يا ابراهيم انا اتجوزت مدحت رسمي زي ما وعدتك، وان شاء الله قريب هننقل من البيت ده ونروح الفيلا عنده. بكام يا مدحت بيه؟ هو ايه اللي بكام؟ وافقت تتجوز اختي رسمي بكام؟ انا اقول لك ب 30 مليون جنيه قيمه القصر بتاعي في الساحل اللي اختي باعته من ورايا واشتريتك بيه. انا ما اعرفش اي حاجه عن القصر ده. اه وحضرتك ما تعرفيش اي حاجه برضه؟ ولا ما كنتيش متخيله اني هعرف بالسرعه دي واجي اعتمد عليكم في شهر العسل؟ دلوقتي بس فهمت ليه كنت عايزه تمشي من عندي بسرعه قبل ما اعرف انك بعت القصر. اتحججت بجميله والفت خناقه تسيب بيها البيت والشغل. اوعى تفتكري اني مش عارفه ادافع عن حقي. انا هاخد كل فلوسي منك وهتبقي خسرتي كل حاجه. والزبون اللي اتجوزك عشان خاطر فلوسك اول ما يعرف انك فلستي هيسيبك ويمشي. هي دي تحويشة العمر يا مها؟ بعتي قصر مش بتاعك؟ معلش انا عارف ان الزهايمر شادت حلو عليك اليومين دول، خلاك نسيت انك رحت جبت ناني من المستشفى بعد ما سبتها في المطعم، ونسيت كمان ان هم قالوا لك انها حامل. ولا اتعمدت تنسى عشان ما نسألكش انت عملت فيها ايه بعد ما عرفت انها حامل؟ لا انا ما عملتش اي حاجه. ما عملتش اي حاجه؟ يعني عايز تفهمني ان واحد كاتب كتابه على واحده ودخل عليها بعد كام يوم وفجاه يكتشف انها حامل عادي كده وكأن ما فيش حاجه حصلت؟ ولا انت ممكن ترجع في كلامك وتقول انها كانت حامل منك؟ لا لا ما كانتش حامل مني. ما كانتش. امال حامل من مين؟ معرفش معرفش. كلموني في البيت وقالوا لي انك تعبانه. جيت على ملا وشي وانا واقف مع الدكتوره ما صدقتش نفسي لما قالت لي مبروك مدام حامل. كنتش اعرف انك بالوساخه دي. تتجوزيني وتفهميني انه ابني؟ ها لا والله يا سامح، كنت هخلي ابوي يعترف بيه وانا وانت نتطلق من سكات. مين ابوه؟ مين ابوه؟ كنت عايش كنت ليه مع مين؟ انا ما كنتكش يا سامح، انا حامل من قبل ما نتجوز، ولما اتجوزتك ما كنتش اعرف اني حامل، ومن ساعه ما اتجوزتك ما حدش لمسني. كدابه كدابه. مش محتاجه اكدب عليك، لان انا وانت هنطلق من سكات
كل اللي عايزاه منك بس يسامح ان احنا نتطلق من غير فضايح. نقول لأهلي أي سبب غير الحق. خليني أعرف أصلح غلطتي بنفسي. علشان كده قتلتها؟ لا ما قتلتهاش. أمال طبطبت عليها وصرفت لها روشتها وروحتها البيت؟ لا سبتها في المستشفى. سبتها في المستشفى بعد ما اتفقنا ان احنا هنتطلق تاني يوم. بعد كده اتصلت بيها تاني يوم الصبح ما ردتش عليا. وعرفت من امها انها ما رجعتش من ساعتها. وطبعا ما قلتش لمامتها على اللي حصل في المستشفى. لا. وسافرت الجونه عشان تبقى بعيد عن اي شبهه. سافرت الجونه عشان كنت عايز اهرب لاي حته. كنت عايز اخرج من الكابوس اللي لقيت نفسي فيه. قصدك تهرب من الجريمه اللي ورطت نفسك فيها. قلت لك انا ما قتلتهاش ما قتلتهاش. عايز تفهمني ان كرامتك ما نقحتش عليك وما حاولتش تنتقم منها؟ انا ما كنتش لسه دخلت عليها. بعدين انا لقيتها ما تستاهلش. ما تستاهلش اني اضيع نفسي علشانها. امال ليه جبت علينا وقلت لنا ان انت ما شفتهاش بعد ما خلصتوا غدا؟ كنت خايف تتهموني فيها. احنا فعلا متهمينك فيها وهتفضل عندنا هنا في الحجز لحد ما تعترف بكل حاجه. تمام يا فندم. تعال خد البيعه الحجز. ليه مهما ما قلتليش ان الفلوس اللي اديتها لي تبقى فلوس ابراهيم؟ قصدك فلوسي انا يا مدحت مش فلوس ابراهيم. لا ده تمن القصر بتاعه اللي انت بعتيه من وراه. وتمن تعبي انا فين؟ ومكافاه نهايه خدمتي فين؟ والقسوه اللي كان بيعاملني بيها طول عمره. ولا ابراهيم كان فاكر ان انا في الاخر هخرج من المولد بلا حمص لمجرد ان انا اخته من ام تانيه وفضل ابوه مخبيها عنه 11 سنه. بس كده ابراهيم هيفتكر ان انا حرضتك تبيع القصر وتديني فلوسه. انت لسه خايف منه؟ انا مش خايف منه ولا حاجه، بس كان عندي امل علاقتنا تتصلح بعد ما نتجوز رسمي. محدش في الدنيا بياخد كل حاجه. مش هينفع تاخد كل حاجه، انا وشراكه ابراهيم وبيتك، ما ينفعش. كان لازم برضه تقولي لي ان الفلوس دي بتاعت ابراهيم. يعني لو كنت قلت لك ما كنتش هتاخدها؟ العموم احنا فيها. رجع لي الفلوس وانا ارجع اديها لاخويا. مش للدرجه دي. مش لدرجه ان احنا نرجع فلوس. طيب ما دام كده بقى يبقى بدل ما انت قاعد عمال تقطم فيا وتقول لي اللي عملتيه واخوكي تقف جنبي بقى وتحميني من اي حاجه ممكن ابراهيم يفكر ان هو يعملها عشان يرجع الفلوس اللي هو فاكر ان هي فلوسه. سلام يا ابراهيم بيه. خير؟ ده دواء الدكتور كان كاتبه لي من مده لما يجي لي ضيق تنفس. طب ما فكرتش تكلمه دلوقتي؟ هيعمل لي بالحب هوبا ويطلب تحاليل واشعاعات وشغلانه واسعه يعني. ايوه بس برضه لازم تطمن على صحتك. خليني اطمن على الشغل الاول. الشغل الحمد لله ماشي كويس. انت بتكلمي على شغل الحسابات. انا قصدي شغل السكرتاريه. ليه هو حضرتك بتدور على سكرتيره؟ دورت ومش لاقي خيرك. أنا ممكن أجيب أي حد يساعد نبيل في الحسابات، لكن ما أقدرش أستأمن أي حد على أسرار مكتبي غيرك أنت يا جميلة. أيوه بس كده مدام مها هتزعل لما تيجي تلاقيني خدت مكانها في غيابها. مدام مها مش هترجع تاني، فاهم يعني إيه مش هترجع تاني؟ طيب طيب بس بلاش نرفز عشان صحتك. راحت اتجوزت مدحت منصور من ورايا بفلوسي. أنا خلاص نسيت إن كان عندي أخت. ما أنا عرفت إنها اتجوزته.
اصل طنط بيلا مراته مصممه على الطلاق وجت قعدت عندي في البيت كمان. يعني سرقتني وخربت بيت الست كمان. ربنا يهديها وترجع لك حقك ان شاء الله. انا مش هرتاح لما اخد حقي بايدي، وانتي من دلوقتي هتاخدي مكانها. هتقولي طيب ولا حاضر ولا اي حاجه؟ حاضر. ايوه كده. ده مالها دي؟ تاخديش في بالك هي دماغها على قدها، علشان كده لازم تتغيروا بسرعة. ايه يا مهل بتقولي ده؟ سامية بقالها معانا هنا سنين طويلة قوي. عشان كده عملت أول ما شافتني، ولا البواب كمان كان فاضل شوية وهياكلني. اه صحيح، أكيد الست بيلا هي اللي محفظاهم يستقبلوني ازاي. بطلي طيقات بقى يا مها، وتعالي نحتفل بأول يوم ليكي في البيت. بيتي يا مدحت، أول يوم في بيتي. في بيتك يا ما. بس اقولك على حاجه، احنا لازم نغير الديكور شويه، نعمله على ذوقي. طب اصبري شويه بس اما نمر باللي احنا فيه ده، وبعدين نعمل كل حاجه. بس تعالى بقى وريني اوضتي، ودي اكيد هغير الديكور بتاعها بسرعه ومش هستنى الظروف. يلا. اهلا يا دينا. ايه مش سلمي على مها؟ بمناسبة ايه؟ انتي ما تعرفيش يا حبيبتي اني اتجوزت باباكي ولا ايه؟ لا عارفة، بس ما اعرفش ايه اللي جابك هنا. قول لها انت يا مدحت ايه اللي جابني هنا. وبعدين معاك يا دينا، ايه طريقة الكلام دي؟ ما هتقعد معانا هنا في البيت. والله يعني من هنا ورايح اقول لك يا تعب. والله قولي اللي انت عايزاه يا حبيبتي، المهم ما تاخديش الموضوع على اعصابك قوي كده. انت اللي ما تفرحيش قوي كده. بابا عارف على ماما ناس كتير قوي قبلك، وفي كل مره كان بيجي يصالحها ويبوس ايديها عشان تسامحه. صحيح انت اول واحده تخصبه يتجوزها رسمي ويجيبها البيت، لكن ما تقلقيش، هيعرفك على حقيقتك بسرعه وهيخلص منك قريب قوي، وهيجيب لمامي سرير تاني بدل اللي هتنمي عليه. دينا، وبعدين معاك ايه طريقه الكلام دي؟ قلتلك عيب كده. مفيش عيب اكتر من اللي الهانم عملته. اللي جايه هنا وهي فرحانه قوي انها اخدت مكان مامي، وما تعرفش اللي هيحصل لها في البيت. حكاية. انت لازم تفهمه اني مش هستنى اكتر من كده. انا تعبت وزهقت بقى، كل يوم تقولي بكره بكره بكره. يكون في علمك هستنى بكره ويجيب معاه المأذون، ومش هينزل من البيت ده غير واحنا متطلقين. دي اخر حاجه عندي، مش هقول كلام تاني، واللي بقوله لك يتنفس بالحرف الواحد. خلاص هستناك بكره، مع السلامه. مين ده اللي بتزعقيله كده؟ ده ادم. مش الدكتور قالك بلاش انفعال؟ طب قولي لي انت ازاي؟ واضح انك غضبانه قوي، دي تالت مره احط لك الاكل وما تاكليش. معلش يا جميله، ماليش نفس لاي حاجه، انا تعباكي معايا ومعذباكي كمان. اوعي تقولي كده يا طنط، انا بس خايفه عليكي. انا لا ههدى ولا يرتاح لي بال الا لما يطلقني، وانا شايفه ادم بيتهرب مني كل يوم. اكلمه في التليفون فين المأذون، يقول لي بابا بيقول بكره بكره بكره، وانا مش فاهمه ايه اخرتها.
زي ما يكون عنده امل ان انا هرجع لابوه تاني. هو بصراحة انا كمان عندي نفس الامل ده. تبقوا بتحلموا مش فاهمين اي حاجة في الدنيا. انا عن نفسي فاهمة حاجة مهمة انت ما تعرفيهاش. حاجة ايه؟ مها سرقت ابراهيم بيه في 30 مليون جنيه وديتهم لعمو مدحت وشركته في مشروع عشان يتجوزها. ياه 30 مليون جنيه؟ واحدة زي دي أكيد حقيقتها هتبان وعمو مدحت مستحيل هيستمر معاها. دي بقى مش مشكلتي دلوقتي، يستمر ما يستمرش دي حياته، هو حر فيها يعمل زي ما هو عايز. بس دي عشرة 30 سنة. 30 سنة وأنا صبر على خيانته ليا، بس مفيش فايدة فيه. وأنا قلتها له آخر مرة، لو فكرت تدخلني يا مدحت تاني هتكون آخر مرة تلاقيني فيها قدامك. دي دادا عيشة. دادا عيشة مين؟ دادا عيشة اللي شغالة عند إبراهيم بيه. ربنا يستر ما تكونش زينة عملت فيها حاجة. ألو؟ أيوة يا دادا. أستاذة جميلة الحقيني، البيري جاي من بره ماسك قلبه بعدين وقع من طوله. أنا خايفة أوي. ما تخافيش طول ما أنا معاكي. ليه تتأخر أوي جوه؟ إن شاء الله هيبقى كويس يا زينة. طمني يا دكتور. ربنا يستر، هو كان عنده جلطه ولحقناها في اخر لحظه. ما تخافيش يا حبيبتي، احنا ان شاء الله مش هنخرجه من العنايه المركزه غير لما تعدي مرحله الخطر، واوعدكم ان انا بنفسي هتابع حالته اول باول. معلش هنتعبك معانا. لا ما تقوليش كده، مفيش تعب ولا حاجه، انا تحت امر مدام اقبال او اي حد من طرفها. عموما هي فهمتني انها قاعده معاكي في البيت دلوقتي، كل اللي انا طالبه منك انك تخلي بالك منها في البيت، وانا هنا هخلي بالي من ابراهيم بيه. بس انا مش هقدر امشي من غير ما اطمن عليه. مش هينفع تستني لانك مش هتقدري تخشي له. الاحسن انك تسمعي الكلام تروحي تستريحي شويه وتيجي بكره في ميعاد الزياره تطمني عليه، تكون حالته بقت احسن. باي باي. عايزين حاجه؟ ميرسي يا دكتور. السلام عليكم. عرفت ماما ان انت هنا، قالت لك اطمن عليكي وعلى ابراهيم بيه. قالولنا روحوا وتعالوا بكره. خلاص يبقوا تعالوا اوصلكم. انت مين؟ انا صاحب جميله من زمان، من واحنا صغيرين، يمكن كمان من واحنا اصغر منك. ايه بجد يا جميله؟ ايوه بجد. بس انا مش هرجع البيت من غير جدو، واخاف انام لوحدي. ما تخافيش انتي هتباتي معايا. يلا بينا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. على فكرة ماما هي اللي اختارت تقعد عندك. عارفة. أنا عارف إنك أكتر واحدة تاخدي بالك منها. مامتك هي مامتي وفي عناية لغاية الأزمة دي ما تعدي على خير. مش عارف إزاي ممكن تعدي الأزمة دي على خير. ربنا كبير وأنا هدعي لها من كل قلب. ادعيلي أنا كمان يا جميلة. تصبح على خير. طبعا مش تمنعيني يعني اجازه الماما. اكيد لا. طب استني بقى ما اطلعك، شيل زينه مش هتعرفي تشيليها لوحدك. Thank you.
قلت اجي لك مادام ما بتردش على تليفوناتي. ايه هتسيبني واقفه كده كتير؟ مراتي مش في البيت. عارف وانا كنت هاجي يعني لو كانت بره. سالت البواب وقال لي انها خرجت. مراتي زمانها جايه. قولي لي بسرعه انت عايزه ايه مني؟ اقعدوا على سامح ومحجوز وهيتحول بكره للنيابه بتهمه قتل ناني. تفرحش قوي كده، ممكن يفرجوا عنه ويقبضوا عليك انت بعد ما يشوفوا السيديهايه اللي معايا. سيديهايتي؟ السيديهايه اللي صورتها لك ناني وهي عندك. يظهر كانت بتذلك بيها، ويظهر كمان انها كانت هتفضحك وبتهددك تقول لمراتك او تقول لي لو ما اعترفتش بالبيبي اللي في بطنها. انا ما اعرفش انت بتتكلمي عن ايه. لا تعرف، بأمارة الفانيلا البرتقاني. انا لقيت السيديهايه وانا بدور في حاجه ناني بعد ما اتقتلت بالصدفه، والسيديهايه دي اثبتت لي ان الطفل ده منك. السيديهايه اللي معاكي دي ما تثبتش ان انا ابو الطفل اللي كان في بطنها. تثبت ان في بينكم علاقه. انا هسلمها للبوليس بقى وهو يعرف الحقيقه بطريقته. مش هتقدري تعملي كده، مش هتفضحي بنتك. ما هي اتفضحت، لقوها مقتوله وحامل وجوزها بيقول مش مني. في اكتر من كده فضيحه؟ قدامك يومين، ان ما قلتليش ايه اللي حصل انا هسلم السيديهايه دي للبوليس. شاطر انا، ها؟ عرفت اصورك زي ما انت صورتيني. تاخد السيدي اللي معاك. تاخد السيدي اللي معاك. السيدي اللي معاك دي ما تلزمنيش. هي اللي خلتني اعترف العزة بخيانتي. لا 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 مفيش حاجة. ازاي؟ امال ايه اللي انت عامله ده؟ ده في قميص كنت بعته دراي كلين مش لاقيه، كان في ورقة مهمة كنت ناسيها. في وسط هدومي؟ ما انا قلت يمكن تكوني حطيتيه وسط هدومك بالغلط يعني. لا ما حطيتهوش وسط هدومي بالغلط. ماشي، انا هطلع اكلم دراي كلين اشوف القميص فين.